الرئيس السيسي يوجه بالاهتمام بالحوار المجتمعي في مجال تطوير التعليم وانتقاء 1000 معلم ومعلمة لتأهيلهم كمديري مدارس. ندبولي يتابع منظومة النقل الذكي على الطرق والمحاور السريعة ويؤكد أنها تستهدف فتح أفاق اقتصادية جديدة. رئيسة الحكومة البريطانية تقول إن فوز روسيا بالحرب يعني توجيه رسائل مروعة لأوروبا وتشدد على أهمية مواصلة دعم أوكرانيا. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فأهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي كنهج استراتيجي للدولة لبناء الإنسان وبالاهتمام بالحوار المجتمعي ومنصات الاستبيان في مجال تطوير التعليم، مع التركيز على اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين باعتبارهم ذخيرة الوطن وقطرته للتقدم. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وفي اجتماع آخر بحضور وزيري الكهرباء وقطاع الأعمال، وجه الرئيس السيسي بتعزيز الجهود القائمة لتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الألمنيوم، وذلك لدورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وقد وجه السيد الرئيس باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي كنهج استراتيجي للدولة لبناء الإنسان، مع زيادة الاهتمام بتحسين آليات التنفيذ للوصول إلى الهدف المنشود من اكتساب المعرفة والمهارات للطلاب لتصبح تلك هي القيم الجديدة للتعلم لدى المجتمع، ولتكون بمثابة ثقافة تتخطى الموروث القديم الذي اختزل العملية التعليمية في الحصول على شهادة. كما وجه السيد الرئيس في ذات السياق بالاهتمام بالحوار المجتمعي ومنصات الاستبيان في مجال تطوير التعليم، مع التركيز على اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين باعتبارهم ذخيرة الوطن وقاطرته للتقدم. وقد وجه السيد الرئيس كذلك بالاهتمام بقطاع المعلمين باعتبارهم الشريان الأساسي للعملية التعليمية، مع القيام بانتقاء 1000 معلم ومعلمة من المميزين في التدريس لتأهيلهم على أعلى مستوى ليصبحوا في طليعة الجيل المستقبلي لمديري المدارس من شباب المعلمين. كما وجه السيد الرئيس بعدم اقتصار عملية التصحيح الإلكتروني في الثانوية العامة على مقر مركزي واحد على النحو القائم، والتوسع في إنشاء مراكز فرعية على مستوى الجمهورية للتسهيل على المواطنين في المحافظات. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير التعليم استعرض المحاور الرئيسية التي تقوم عليها عملية التعليم في مصر والمشروعات الاستراتيجية الخاصة بالوزارة في هذا الإطار، والتي تشمل نظام التعليم المطور والمعلمين والتعليم الفني وبناء المناهج للمراحل التعليمية المختلفة ومشروع مدارس مصر المتميزة، وكذلك مدارس النيل والمدارس اليابانية، إلى جانب مشروعات التحول الرقمي التي تتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات، خاصة ما يتعلق بقواعد البيانات المؤمنة والمنصات الإلكترونية ومنصة الامتحانات المركزية. كما عرض الدكتور رضا حجازي في هذا الصدد برامج الوزارة لتدريب وتأهيل المعلمين وآليات قياس أدائهم، إلى جانب ضوابط انتقاء الكفاءات في التعيينات الجديدة، فضلاً عن برنامج أنا المعلم الذي يهدف إلى إبراز قيمة المعلم الاجتماعية ودعم الاهتمام بالمعلمين وتحفيز المتميزين منهم. كما اطلع السيد الرئيس على استراتيجية وزارة التعليم لتطوير قطاع التعليم الفني
وذلك بهدف تحويل المناهج الدراسية به لتصبح قائمة على المهارات التي يكتسبها الخريج حتى يتمكن من تلبية احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى عرض تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية وكذلك جهود تطوير نظام امتحانات أبنائنا بالخارج. الاجتماع شهد أيضا عرض الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد وتركيز وزارة التعليم على دمج التكنولوجيا في منظومة التعليم، فضلا عن اكتشاف الموهوبين في جميع المجالات. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمود كمال وزير قطاع الأعمال العام. الاجتماع تناول استعراض جهود تطوير منظومة صناعة الألمنيوم في مصر، وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود القائمة لتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الألمنيوم، وذلك لدورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية مع حوكمة معايير ضوابط التشغيل والإدارة المالية للمنظومة. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة شركة مصر للألمنيوم بالشراكة مع الخبرات الأجنبية بهدف تعظيم إنتاج وتصنيع وتسويق معدن الألمنيوم وخاماته، فضلاً عن عرض الموقف المالي ومعدلات الإنتاج الحالية والطاقات القصوى للشركة، وكذا احتياجات السوق المحلي في هذا الصدد وكيفية سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد. كما وجه السيد الرئيس باستمرار الدراسات المتعلقة بتوفير مصادر الطاقة الكهربائية المستهلكة في شركة مصر للألمنيوم، وذلك من خلال الاعتماد على مصادر إضافية للطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية. أقلعت طائرة نقل عسكريتان محملتان بكمية من المساعدات المقدمة إلى جمهورية الصومال الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء في دولة الصومال، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري في مختلف المحن والأزمات مع الأشقاء داخل القارة الأفريقية، أقلعت طائرتان نقل عسكريتان محملتان بكميات من المساعدات المقدمة إلى جمهورية الصومال الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء في دولة الصومال. كما قامت القوات المسلحة بدفع طاقمين طبيين على متن الطائرتين لتنفيذ إجراءات الإخلاء الطبي لعدد من مصابي الجيش الصومالي إثر إصابتهم خلال العمليات الإرهابية بالصومال لتلقي العلاج بمستشفيات القوات المسلحة. وقامت إدارة الخدمات الطبية على الفور برفع حالة الاستعداد بمستشفيات القوات المسلحة التي تم نقل المصابين إليها من خلال عدد من عربات الإسعاف المجهزة طبياً وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم. كل الامكانيات مسخره ليهم علشان يعني هم اخواننا من دوله الصومال وضحايا عمليات الارهابيه. احنا عندنا الحمد لله خبره في تقديم الخدمه الطبيه في هذه الحالات، والمستشفى كلها في على اهبه الاستعداد لاستقبال هذه الاصابات، ما بين اصابات في العين والوجه وكسور بالفك وكسور متفرقه بالجسم، ولكن الحالات كلها الحمد لله مستقره وتم تسكينهم والتعامل معاهم وإعطاء العلاج المناسب ويتم شفائهم على خير ويرجعوا بلدهم بخير إن شاء الله. يأتي ذلك تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال، وانطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية في مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية تطبيق منظومة النقل الذكي على المحاور والطرق السريعة، والتي ستدخل طرق مصر مرحلة جديدة تتواكب والنهضة الشاملة التي يعيشها هذا القطاع. وخلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة النقل الذكي، أكد مدبولي على مراعاة التنفيذ طبقا لأعلى المعايير بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الجمهورية، مما يفتح آفاقا اقتصادية جديدة ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل أو تكامل بنيتها التحتية.
عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة إجراءات تعظيم سياحة اليخوت في مصر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تعظيم هذا النوع من السياحة. تم خلال الاجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الوزارية العليا المختصة بوضع استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت وما تم من جهود للتعامل مع أي مشكلات تواجه تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتوفرة بالدولة المصرية وجذب المزيد من اليخوت الأجنبية للمواني السياحية المصرية. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون وتوقيع عقد اتفاق ثلاثي من أجل تنفيذ خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة بمدينة شرم الشيخ. يهدف بروتوكول التعاون إلى دعم محافظة جنوب سيناء من خلال التعاون المشترك بين الوزارات المعنية والمحافظة في إطار الإعداد للترتيبات اللازمة من أجل ظهور الدولة المصرية بما يليق بمكانتها في الأوساط الدولية أثناء استضافتها للمؤتمر 27 لأطراف اتفاقية تغير المناخ COP27. غادر القاهرة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على رأس وفد عسكري رفيع المستوى متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وذلك في إطار بحث سبل التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. ومن المقرر أن تشهد الزيارة مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تأتي الزيارة في إطار الروابط الوطيدة التي تربط بين مصر والإمارات واستمرارا لعلاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 536 عنصراً إجرامياً ومصرع عنصرين إجراميين شديد الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سرقة بالإكراه، خطف، سلاح، مخدرات. وضبط معهم 231 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 88 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 772 قطعة سلاح ناري أبرزها رشاش واسنان جيرينوف و117 بندقية و88 بندقية آلية و44 مسدساً و520 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و135 خزينة، إضافة ل 1659 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 455,472 حكما قضائيا، من بينهم 1690 حكم جناية
165,761 حكم حبس، و 222,546 حكم غرامة، و 65,475 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 12 تشكيلاً عصابياً ضموا 35 متهماً، قاموا بارتكاب 58 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 91 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 139 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1573 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها قرابة 708 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يقرب من 3655 ونصف كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 51.5 كيلوغرام، وضبط حوالي 14 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى ما يقرب من 16 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 34,154 قرص مؤثر، و 53,660 قرص ترامادول مخدر، و 19,000 قرص كبتاجون. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 78 مليون جنيه. كما تم ضبط قضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 34 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 454 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 124 طن. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 7 أطنان، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 100 طن. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 17 طن حديد تسليح وأسمنت. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 712 قضية، من بينها 201 قضية خبز ناقص الوزن و192 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. قالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس إن بلادها وحلفائها يجب ألا ينصتوا إلى ما قالت إنها طبول حرب يقرعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا بعد أن أمر بتعبئة جزئية للقوات الروسية وأثار احتمال نشوب صراع نووي. وفي مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية قالت تراس إن قرار الرئيس الروسي بالتعبئة الجزئية جاء نتيجة للخسائر التي تتكبدها روسيا في أوكرانيا، مشيرة إلى أن فوز بوتين بالحرب سيعني توجيه رسائل مروعة أوروبا، ومشددة على ضرورة الاستمرار في فرض العقوبات على روسيا ومواصلة دعم الأوكرانيين. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن روسيا ستواجه عواقب كارثية إذا سلكت المسار المظلم واستخدمت الأسلحة النووية. وأضاف سوليفان أن الجيش الروسي يعيش مأزقا بأوكرانيا وأن أوكرانيا تنتصر وتحقق مكاسب في ساحة المعركة بما يمنع الجيش الروسي من التقدم، مؤكدا أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا ما استمرت في مسار الاستفتاء بمناطق شرق أوكرانيا وستضاعف جهودها لإمداد أوكرانيا بالأسلحة.
أكد وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبا أن تلميح روسيا بشأن احتمالية استخدام أسلحة نووية يعرض العالم للخطر. وأضاف كوليبا أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية غير مقبولة على الإطلاق، وأكد أن أوكرانيا لن تستسلم في مواجهة ذلك. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات الأوكرانية تواصلت الهجمات حول محطة زابوريجيا النووية، بما في ذلك إطلاق 8 طائرات مسيرة من طراز كاميكازي على المنشأة. وقالت وزارة الدفاع إن القوات الروسية أسقطت جميع الطائرات بدون طيار خارج أراضي محطة الطاقة النووية، مشيرة إلى أن مستويات الإشعاع لا تزال طبيعية. أعلنت اللجان الانتخابية بمناطق شرقية أوكرانيا أن نسبة التصويت باستفتاء الانضمام إلى روسيا تجاوزت 55% بدونيتسك و 45% في لوهانسك و 31% في خيرسون و 35% في زابوريجيا باليوم الثاني للاستفتاء. وأشار رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في دونيتسك فلاديمير فيستوسكي إلى إدلاء نحو 900,000 شخص بأصواتهم بمراكز الاقتراع، لافتا إلى إدلاء 235,000 شخص بأصواتهم في مراكز الاقتراع الخارجية. تعهد كير ستارمر زعيم حزب المعارضة الرئيسي بالمملكة المتحدة بإلغاء قرار خفض الضرائب الذي أعلنته الحكومة للأشخاص الأعلى دخلاً في وقت تتجه فيه البلاد إلى الركود. وقال ستارمر إنه في حال فاز حزبه بالسلطة فإنه سيلغي خفض ضرائب لأولئك الذين يتجاوز دخلهم 150,000 جنيه استرليني سنويا. تؤيد رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس خفض الضرائب كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي، وألغت حكومتها حدا أقصى تبلغ نسبته 45% للأشخاص الأعلى دخلا. توقعت وكالة بلومبرج أن يظهر تقرير مرتقب من منطقة اليورو ويظهر ارتفاع معدل التضخم عن الشهر الماضي ليسجل نحو 10%، مما يبقي الضغط على البنك المركزي الأوروبي الذي يدرس رفع أسعار الفائدة بقوة. هذا ويتوقع البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة أكثر خلال الأشهر المقبلة دون الاكتفاء بما وصف بأنه أسرع تغيير في أسعار الفائدة بتاريخ أوروبا، في الوقت الذي يدفع ارتفاع تكاليف الطاقة أوروبا نحو الركود. وقعت الإمارات وألمانيا خلال زيارة للمستشار الألماني أولاف تشولز إلى أبوظبي اتفاقية تنص على تزويد الإمارات لألمانيا بالغاز المسال والديزل في 2022 و2023. تنص الاتفاقية على تصدير شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا أواخر عام 2022 ثم توريد شحنات إضافية في 2023. كما تم الاتفاق على توريد ما يصل إلى 250,000 طن شهريا من وقود الديزل خلال عام 2023. تحاول العديد من دول العالم خاصة في منطقة اليورو والولايات المتحدة اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية العاجلة لكبح جماح معدلات التضخم المتزايدة في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية. وتسعى العديد من الدول للمحافظة على معدلات نمو مرتفعة لتقليل الضغط على الاقتصاد مع توفير الدعم للطبقات الأكثر احتياجا للمساعدة من أجل إحداث توازن في أزمة تكاليف المعيشة. تزداد التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية بشكل كبير خاصة على معدلات النمو الاقتصادي بكافة دول العالم، حيث خرجت الأزمة عن نطاقها المعروف ميدانيا وجغرافيا لتتحول إلى النطاق الاقتصادي والاجتماعي الذي يعد الأكثر تأثرا وتضررا.
ومع ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق خاصة في أوروبا التي تسعى لتفادي أزمة الطاقة المتوقعة مع حلول فصل الشتاء المقبل، أعلنت الحكومة الإسبانية زيادة الرسوم المفروضة على الأثرياء بهدف تخفيف عبء التضخم المرتفع، مما يمهد الطريق لصدام بشأن الضرائب مع المعارضة، وذلك قبل انتخابات العام المقبل. قرار الحكومة الإسبانية استهدف في المقام الأول تحصيل المزيد من الأموال من الأثرياء لتتوفر أموال لمساعدة الأشخاص الذين يعانون لدفع فواتيرهم الخاصة بالبقالة والكهرباء، وكما تعد إسبانيا هي العضو الوحيد بالاتحاد الأوروبي الذي يفرض ضريبة ثروة، سوف تصبح أيضا أول دولة تستهدف الأثرياء من أجل عمل توازن في أزمة تكاليف المعيشة. أما في واشنطن فكشفت استطلاعات الرأي بالولايات المتحدة الأمريكية أن 52% من الاقتصاديين ومدير الصناديق والاستراتيجيين يتوقعون دخول الولايات المتحدة في حالة ركود خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. ورغم قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة مع توجيه اتهامات له بالفشل في إدارة التضخم من خلال مراقبة المعروض الكبير من الأموال المتدفقة في الاقتصاد الأمريكي، وفي لندن أعلن وزير الخزانة البريطانية كواسي كوارتينغ أن خطة دعم أسعار الطاقة التي ستقدمها حكومة بريطانيا ستبلغ تكلفتها نحو 60 مليار جنيه استرليني خلال الأشهر الستة المقبلة بدءا من أكتوبر القادم. ومن المقرر أن تساعد حزمة الدعم معدلات التضخم المرتفعة في بريطانيا بنسبة 5% على مدار تلك الفترة، وسوف تشمل الخطة وضع حد أقصى لأسعار الطاقة المنزلية، كما ستقدم دعما إضافيا لمواطني بريطانيا الأكثر حاجة للمساعدة. وتستهدف الحكومة البريطانية تحقيق نمو بنسبة 2.5% على المدى المتوسط، فضلا عن تخفيضات ضريبية للشركات وإعفاءات للاستثمارات في المرافق والمعدات، بجانب عدة تعديلات أخرى بالسياسة الضريبية. ذكرت جمعية مصارف لبنان أن بنوك البلاد ستستأنف أعمالها ابتداء من غد الاثنين عبر قنوات يحددها كل مصرف. كانت البنوك اللبنانية قد أغلقت منذ نحو 5 أيام بعد سلسلة من حوادث الاقتحام من قبل مودعين يطالبون بسحب أموال من حساباتهم المجمدة. هذا ويمر لبنان بأزمة اقتصادية يصنفها البنك الدولي ضمن أشد 10 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن 19. نشرة 9 ما زالت متواصلة وتتابعون فيها. اقتراب إغلاق مراكز الاقتراع بالانتخابات التشريعية الإيطالية ونسب المشاركة تصل إلى 47%. يواصل الإيطاليون الإدلاء بأصواتهم لاختيار برلمان جديد، حيث وصلت نسبة المشاركة وفقا لتقارير إلى 47% في انتخابات يحق لنحو 51.5 مليون مواطن التصويت خلالها. تستمر عمليات التصويت حتى 11 مساء على أن تصدر النتائج الأولية. تمنح التوقعات حزب أخوة إيطاليا نحو 25% من الأصوات بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، وفي حال فوزهم من المرجح أن تتولى زعيمته جورجيا ميلوني البالغة 45 عاما رئاسة حكومة ائتلافية. القوى السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية الإيطالية تنقسم إلى ائتلافات وحركات وأحزاب مختلفة في توجهاتها ووسائلها، لكن توحدها الغاية والهدف وهو الوصول إلى الحكم. ومن أبرز هذه القوى السياسية هو ائتلاف الأحزاب اليمينية الذي يضم حزب أخوة إيطاليا ذو الجذور الفاشية، حيث تقوده
فراتيلي ديتاليا وحزب الرابطة المناهض للهجرة بزعامة ماتيو سالفيني وحزب فورتسا إيطاليا ويرأسه سيلفيو بارلوسكوني. الأحزاب اليمنية تدعو بشكل عام إلى تخفيف البيروقراطية وإغلاق الحدود ورفع نسب الولادات والتخفيف من تدفق المهاجرين وتخفيض الضرائب، في حين يتعهد كل طرف بالعمل على مسائل محددة أكثر من الآخر. ورغم تعهد ميلوني وسالفيني بإغلاق حدود إيطاليا من أجل حمايتها من الهجرة من الشرق الأوسط وبوضع الإيطاليين أولاً، تؤمن ميلوني بالتدخل الاقتصادي للدولة، فيما يدعو سالفيني وبولوسكوني إلى تحديد ضريبة ثابتة تبلغ 15% و23% على التوالي. في المقابل تدعم ميلوني المنحدرة من عائلة سياسية تأسست على مناهضة الشيوعية العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية هجومها على أوكرانيا، فيما يعارضها سالفيني المؤيد لموسكو معتبراً أنها تضر بالإيطاليين خصوصاً وسط أسعار الطاقة بالنسبة لهم. الحركة اليمينية التي تأسست عام 2012 أو ما تعرف بحزب أخوة إيطاليا بقيادة جورجيا ميلوني جعلتها تنجح في فرض نفسها في غضون بضعة أعوام كأبرز شخصية معارضة في المشهد السياسي الإيطالي. في الوقت نفسه يتنافس في الانتخابات أيضاً الحزب الديمقراطي بزعامة اليساري إنريكو ليتا، والذي فشل في تحقيق وحدة بين الوسط واليسار لأنه ترأس الحكومة الإيطالية لفترة وجيزة قبل عقد تقريباً، ما يجعله يقدم نفسه على أنه من سيضمن تجذر إيطاليا في أوروبا أكثر من أي وقت مضى، ما يشكل نقطة قوة له بعد منح الاتحاد الأوروبي نحو 200 مليار يورو من المساعدة لإيطاليا لتمويل إنعاش اقتصادها بعد الجائحة. كما تشارك حركة خمسة نجوم الشعبوية في انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ. استطلاعات الرأي رجحت حصول أخوة إيطاليا على ما يتراوح بين 24 و25% من نوايا التصويت، مقابل 21 و23% من نوايا التصويت للحزب الديمقراطي، وبين 13 و15% لحركة خمسة نجوم الشعبوية، و12% لحزب الرابطة، و8% لفورتسا إيطاليا. ومع الإعلان عن نتائج الانتخابات الإيطالية يتوقع أن تكون رمال الساحة السياسية متحركة باستمرار، حيث يبدل رجال السياسة مواقفهم كل يوم بين أحزاب وائتلافات سياسية للوصول إلى السلطة. تعهدت الصين باتخاذ خطوات قوية لمنع التدخل الخارجي في تايوان، وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي في كلمته خلال اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه يجب مكافحة أنشطة تايوان الانفصالية واتخاذ خطوات قوية من أجل التصدي للتدخل الخارجي. أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن المملكة المتحدة ستزيد حجم إنفاق قواتها المسلحة بما لا يقل عن 52 مليار جنيه استرليني. قال والاس إن رئيسة الوزراء ليز تراس ملتزمة بما تعهدت به خلال حملتها الانتخابية بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 3%، وأضاف أن ميزانية الدفاع السنوية ستبلغ نحو 100 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2030. كشف مسؤولون بالحكومة اليابانية أن طوكيو تدرس زيادة إنفاقها الدفاعي إلى أكثر من 40 تريليون ين، أي ما يعادل 279 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. وأوضح المسؤولون الحكوميون أن الخطة الخمسية تعكس تعهد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد في مواجهة التوسع العسكري الصيني والتنمية النووية والصاروخية السريعة لكوريا الشمالية. تسبب الإعصار تالس الذي ضرب وسط اليابان في مصرع شخصين، فيما اعتبر ثالث في عداد المفقودين. وأوضح مسؤول في فرق الإغاثة أن أحد الضحايا جرف منزله بانزلاق للتربة، والثاني
غمرت المياه بيته ولا يزال شخص ثالث مفقودا، وقطعت الكهرباء أو قطعت الكهرباء عن أكثر من 120 ألف منزل في مقاطعتي تشيزوكا وشيبو وسط اليابان، كما قطعت المياه عن نحو 55 ألف منزل بمقاطعة تشيزوكا. بدأت السلطات الفلبينية عملية إجلاء السكان من المناطق الساحلية مع استعداد جزيرة لوزون الرئيسية لمواجهة إعصار من الفئة الثالثة. وقالت وكالة إدارة الكوارث إن إعصار نورو تحول إلى إعصار عملاق بعد زيادة سرعة الرياح إلى 185 كيلومتر في الساعة. ويعد الإعصار المداري نورو هو الإعصار الحادي عشر الذي يجتاح الفلبين هذا العام، وسيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة على منطقة العاصمة والأقاليم المجاورة. أعلن حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية حالة الطوارئ العامة بسبب اشتداد العاصفة الاستوائية يان فوق منطقة البحر الكاريبي، مع توقعات بأن تصبح إعصارا هائلا خلال الساعات القادمة. ودعا حاكم فلوريدا السكان إلى الاستعداد لعاصفة قد تضرب مساحات شاسعة من الولاية. من جانبه أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ للولاية، وسمح لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ بالتنسيق جهود الإغاثة للولاية. لقي 25 شخصا على الأقل حتفهم في بنغلاديش، بينما ما يزال العشرات في عدد المفقودين إثر غرق عبارة مكتظة بالركاب، وذلك في أسوأ مأساة من نوعها في البلاد فيما يزيد عن عام. وذكرت إدارة إقليم بانشاغار شمال بنغلاديش أن الجثث التي تم انتشالها حتى الآن تشمل 12 امرأة وثمانية أطفال. وأشارت الشرطة إلى أن نحو 30 شخصا ما زالوا في عدد المفقودين، بينما تمكن بعض الركاب من السباحة إلى الشاطئ. نظمت جامعة طنطا بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة حياة كريمة قافلة طبية بقرية الثعبانية بمركز منود بمحافظة الغربية. وتم خلال القافلة كشف طبي على 1194 حالة ومحو 120 مواطنا وزراعة 50 شجرة مثمرة على طول الطريق في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. أعلنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة وصول مبادرة راجعين نتعلم محافظات الجيزة والقليوبية وبورسعيد لتوزيع المستلزمات الدراسية على الأطفال المحتاجين. المبادرة تهدف للوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا في كل محافظات مصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتأتي ضمن خطط مؤسسة حياة كريمة للتنمية الشاملة في محافظات مصر، وفي إطار الشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. أما الآن فمع أخبار المال والأعمال ومصطفى ميزان. شكرا صحر ناجي وشكرا رغدة أبو ليلى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في وقفة اقتصادية في نشرة التاسعة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن رسوما توضيحية تسلط الضوء على اتجاه الجمهورية الجديدة إلى تعظيم الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعي. وقد أظهر التقرير ارتفاع معدلات التصدير من الغاز الطبيعي والمسال، حيث زادت قيمة صادرات مصر منها أكثر من 13 ضعفا لتبلغ 8 مليارات دولار عام 2021-22 مقابل 600 مليون دولار في عام 2013-2014،
وأشار التقرير إلى ما أورده الاتحاد الدولي للغاز بأن مصر تشهد ثاني أعلى زيادة في حجم صادرات الغاز المسال على مستوى العالم بمقدار 5.2 مليون طن خلال 21 مقارنة بعام 2020. كشف تقرير دولي عن استحواذ مصر ونيجيريا وكينيا على 90% من استثمارات التكنولوجيا الزراعية في إفريقيا لعام 2021. وسلط التقرير الضوء على مكانة مصر كنظام بيئي رائد للشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بما يؤكد النضج السوقي والذي تشهده مصر، حيث استطاعت تحقيق رقم قياسي في عدد من المستثمرين، بما يعكس اهتمام المستثمرين الأجانب المتزايد من جميع أنحاء المنطقة والأسواق الدولية. أعطى وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إشارة بدء التشغيل لمشروع ربط خط غاز حقل ريفين بمصنع استخلاص البوتاغاز بالعامرية، وذلك لتحقيق أعلى قيمة مضافة من موارد الغاز الطبيعي. أوضح الملا أنه يتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل لربط وتدفيع إنتاج حقل ريفين بالبحر المتوسط لمصانع شركة جاسكو بالأسكندرية، والتي تقوم بفصل المشتقات، بما يوفر إنتاجا جديدا من مشتقات الغاز الطبيعي لعدد من المجالات كخليط الإيثان بروبان، والذي يمثل المادة الخام لمصانع البتروكيماويات. عقد وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعا مع وفد شركة فيليكس بي اي تي، إحدى الشركات الهندية العاملة في مجال صناعات البولي أستر، وتستهدف الشركة استثمار 110 ملايين دولار في مشروع بالمنطقة الصناعية بالسخنة. يستهدف هذا المشروع إنتاج 400 ألف طن من راتنج البولي أستر سنويا، كما يستهدف توفير 200 فرصة عمل مباشر و500 فرصة عمل غير مباشرة. ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع في منتصف العام القادم، ليدخل حيز التنفيذ في أوائل العام 2024. إلى أسواق المال، حيث تبينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع، ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 687.3 مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت 1.4 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ففتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9933 نقطة، متراجعا بنسبة 38%، ليغلق عند مستوى 9895 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2192 نقطة، متراجعا ومرتفعا بنسبة 77%، ليغلق عند مستوى 2209 نقاط. وفتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3127 نقطة، ليصعد بنسبة 41%، ويغلق عند مستوى 3140 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي ما قيمته 19 جنيه و42 قرشا للشراء و19 جنيه و53 قرشا للبيع، وسجل اليورو 18 جنيه و82 قرشا للشراء و18 جنيه و94 قرشا للبيع. أما بالنسبة للجنيه الاسترليني، فقد وصلت قيمته إلى 21 جنيه و9 قروش للشراء و22 جنيه و21 قرشا للبيع. بالنسبة للدرهم الإماراتي والعملات العربية، فقد وصلت قيمته إلى 5 جنيهات و28 قرشا للشراء و5 جنيهات و32 قرشا للبيع. وبالنسبة للريال السعودي، فقد وصلت قيمته إلى 5 جنيهات و16 قرش للشراء و5 جنيهات و19 قرشا للبيع. في منطقة الخليج، أغلق مؤشر البورصة السعودية منخفضا بنسبة 2.6% متأثرا بموجة الانخفاض في الأسواق العالمية وهبوط أسعار النفط. أما في بورصة الكويت، فأغلق مؤشر السوق الأول منخفضا بنسبة 2.5% ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 3.5%. وكانت الأسواق الأمريكية والأوروبية قد تراجعت في آخر تداولاتها بسبب مخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي وجراء الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.
أطلق العراق عملية تشغيل تجريبي لمصفات جديدة للنفط في خطوة من شأنها مساعدة العراق على تقليص وارداته من الوقود بشكل كبير. وأكد وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل أكد على أن الطاقة التكريرية لهذه المصفاة تبلغ 140 ألف برميل في اليوم، وأنها ستسهم خلال الفترة القادمة بتغطية جزء من الاحتياجات المحلية وتقليل الاستيراد للمشتقات النفطية والوقود. انتهت هذه الجولة الاقتصادية مشاهدينا الكرام، لكن أخبار التاسعة ما زالت مستمرة ونعود لاستكمالها مع سحر ورغدة. شكرا لك مصطفى ميزار. نظمت هيئة قناة السويس جولة للتعريف بالقرية الأولمبية وإلقاء الضوء على تجهيزاتها واستعدادها لاستقبال البطولات المختلفة. وتعد القرية الأولمبية صرحا رياضيا مهما، حيث تضم استادا على مساحة 80 ألف متر مربع مزود بأحدث التقنيات المطلوبة للبطولات العالمية. حلم رياضي جديد يتحقق بسواعد أبناء هيئة قناة السويس بإنشاء القرية الأولمبية، تلك المدينة الرياضية المتكاملة التي صممت طبقا للمواصفات العالمية على مساحة 350 ألف متر مربع، والتي استضافت وفدا رياضيا وإعلاميا لتفقد العديد من المنشآت الرياضية لمختلف الألعاب، تأكيدا على الدور المجتمعي لهيئة قناة السويس في منطقة القناة. طرح كبير رياضي جاهز لاستقبال كل البطولات سواء العربية أو الأفريقية أو المصرية، طبعا كصرح يشرف هيئة قناة السويس والإسماعيلية ومصر كلها. الصرح بنى في مدة 3 سنوات على 86 فدان، فيه هو عبارة عن قرية أولمبية فيها الاستاد طبعا اللي بيسع 21 ألف متفرج، في مجمع حمام السباحة، في الصالة المغطاة، في ملاعب الهوكي الدولية اللي تلعب عليها فعلا اوريدي بطولات، يعني في 6 ملاعب الخماسي، في 3 ملاعب لكرة القدم، تدريب كرة القدم. صراحة عملاق، ما كنتش متوقع ان انا اشوف الكلام ده. 85 فدان، يعني فيهم كل ما يمكن ان انت تستثمره بشكل كبير جدا. زي ما قلت المكان ده كان مهجور، النهاردة بيعج بالجماهير وبالصحفيين، وان شاء الله قريب جدا بالرياضيين، فشيء جميل. انا بشكر سيادة الفريق عليه، دعوة كريمة سعدت بيها النهاردة، وبعد ما شفت المنشآت وشفت كل الإمكانيات الموجودة لأي رياضي يتمناها موجودة هنا. القرية الأولمبية تتكون من استاد هيئة قناة السويس الذي أنشئ على مساحة 80 ألف متر مربع مزود بأحدث التقنيات المطلوبة للبطولة العالمية، بالإضافة لعدد من القاعات الحديثة ومدرجات تستوعب 21 ألف متفرج، بالإضافة لاستاد الهوكي الدولي الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، بالإضافة ل6 ملاعب مفتوحة لتدريبات الألعاب الجماعية، بالإضافة لبناء مسجد ليدعم الاستاد منظومة الدولة في تطوير البنية الأساسية للرياضة المصرية. القرية الأولمبية تم تنفيذها على مسطح حوالي 350 ألف متر مربع، ما يعادل 86 فدان، فيها العديد من المنشآت الرياضية الهامة، بتستوعب حوالي 22 نشاط رياضي مختلف. شركة قناة السويس للاستثمار هي التي قامت بتصميم وتنفيذ استاد هيئة قناة السويس يا فندم. الموضوع مشي على التوازي، تصميم وتنفيذ على التوازي، ومشي بطريقة غير تقليدية، يعني احنا ما كناش بنشتغل بنفس الطريقة التقليدية لأعمال المقاولات. القرية تقدم خدماتها الصحية بوجود ناد صحي رياضي، بالإضافة لوحدة لعلاج إصابات الملاعب بها تجهيزات خاصة لذوي الهمم وصالة رياضية، وبذلك تساهم القرية في النهوض بالمنظومة الرياضية المصرية التي تقدمها الدولة للعالم. 66 عاما سطرت فيهم قناة السويس منذ تأميمها عام 1956 تاريخا من الإنجازات المتعلقة بالملاحة العالمية، ليأتي هذا العام وتحتفل فيه الهيئة بهذا الصرح الرياضي العالمي لتعلن عن جاهزيتها باستضافة كل الفعاليات والبطولات الدولية والإقليمية، لتكون هذه المدينة الرياضية شاهدة على جهود الهيئة في مواكبة رؤية مصر لبناء الجمهورية الجديدة. من داخل استاد هيئة قناة السويس، محمود جميل، التلفزيون المصري.
ولن نتحول إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة. نعم، عودة مرة أخرى إلى مصطفى نزار. إليكم شكرا من جديد رغدة، وشكرا سحر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في مجموعة من أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا. تأهل الزمالك إلى نهائي البطولة العربية لكرة اليد بعد فوزه على الكويت الكويتي بنتيجة 31-25 في الدور نصف النهائي من المسابقة. أنهى الزمالك الشوط الأول متقدما بنتيجة 14-10 قبل أن يكمل تقدمه لنهاية المباراة ليضرب موعدا مع الترجي التونسي في المباراة النهائية. يستضيف الزمالك الآن فريق أليكت سبورت التشادي في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. تشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلى تقدم الزمالك بهدفين نظيفين. تغلب الأهلي على أسوان بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. هدف الأهلي حمل توقيع كل من طاهر محمد طاهر وحسام حسن، بينما سجل أحمد خالد هدف أسوان الوحيد. حقق المنتخب الوطني لكرة اليد للكراسي المتحركة الميدالية الفضية ببطولة العالم بعد خسارته من نظيره البرازيلي برميات الترجيح في المباراة النهائية. كان الوقت الأصلي من المباراة قد انتهى بالتعادل، ليلجأ الفريقان إلى رميات الترجيح والتي ذهبت إلى صالح البرازيل. يستضيف المنتخب الإنجليزي غدا نظيره الألماني في الجولة السادسة من دوري المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية. وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها يحل المنتخب الإيطالي ضيفا على نظيره المجري، بينما يلتقي منتخب رومانيا مع نظيره منتخب البوسنة والهرسك. أفادت تقارير صحفية بأن نادي أتلتيكو مدريد الأسباني يستهدف التعاقد مع إيميليانو مارتينز حارس مرمى أستون فيلا. أوضحت صحيفة ميرور الإنجليزية أن أتلتيكو مدريد حدد مارتينز كأولوية له ليحل محل السلوفاني يان أوبلاك في حال رحيله عن النادي الأسباني في العام القادم، وذلك مع اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع أوبلاك. انتهت هذه الجولة في أخبار الكرة والملاعب. مشاهدينا الكرام، نعود لاستكمال ما تبقى في النشرة. شكرا لك مصطفى. تحول اليوم الذكرى 24 لرحيل النجم الكوميدي نجاح الموجي الذي نجح خلال مشواره الفني في رسم الابتسامة على وجوه الجماهير. الموجي الذي ولد بمحافظة الدقهلية عام 1945 بدأ حياته الفنية بالانضمام لفرقة ثلاثي أضواء المسرح قبل أن ينطلق كنجم بارز في السينما والمسرح والتلفزيون. أما الآن فمع أحوال الطقس ومصطفى ميزر. شكرا من جديد سحر، وشكرا رغدة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة راطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24 ويكون الجو فيها حار. الإسكندرية 31-23 يكون الجو فيها حار. مطروح 28-24 أيضا يكون الجو فيها مائل للحرارة. في بورسعيد 31-23 يكون الجو فيها حار. في الإسماعيلية 36-23 يكون الجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 35 درجة والصغرى 22 يكون الجو فيها حار. في العريش 30-22 يكون
يكون الجو حار في طابة 36-23، يكون الجو فيها أيضا حار في شرم الشيخ 39-28، يكون الجو حار في الغردقة 39-26، يكون الجو فيه حر. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، يكون الجو في الأقصر شديد الحرارة. في أسوان 43-26، يكون الجو أيضا شديد الحرارة. في الوادي الجديد 43-29، يكون الجو أيضا شديد الحرارة. في شلاتين 39-26، يكون الجو حار. وأخيرا في حلايب 35-27، يكون الجو فيها حر. والآن نترك حضراتكم مشاهدينا الكرام مع درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مشاهدينا الكرام نترك حضراتكم مع هذه اللقطة، اللقطة الأبرز لهذا اليوم. هذه اللقطة انتهت نشرة التاسعة، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يوجه بالاهتمام بالحوار المجتمعي في مجال تطوير التعليم وانتقاء 1000 معلم ومعلمة لتأهيلهم كمدير مدارس. مدبولي يتابع منظومة النقل الذكي على الطرق والمحاور السريعة ويؤكد أنها تستهدف فتح أفاق اقتصادية جديدة.
رئيسة الحكومة البريطانية تقول إن فوز روسيا بالحرب يعني توجيه رسائل مروعة لأوروبا وتشدد على أهمية مواصلة دعم أوكرانيا. نهاية النشرة، لكن التاسعة ما زالت مستمرة مع الإعلامي يوسف الحسيني. مساء الخير. اهلا بيك يا صحرا. عاملين ايه النهارده؟ كله كويس؟ كله تمام؟ درجة الحرارة بدأت تتظبط اهو؟ لا لسه حتى لا نشعر بالحر. لسه حر؟ لسه 35. معقول؟ حتى مع كل اللي بيحصل ده؟ مع الثلاث تكييفات دول؟ لا لازم نحل الموضوع. أرجوكم يا جماعة لازم نحل. أشكرك يا صحر، أشكرك يا رغدة، وأستأذنكم نبدأ فقراتنا.